الحقيقة انه في معلومة الأسطورة بتقول انه الشتاء المفروض انه جسم الانسان بيحرق اكتر، ولكن احنا بنتغلب على الأسطورة دي بالاكل. يعني احنا بناكل كتير جدا في الشتاء وبنقول الجسم اصله ما بيحرقش في الشتاء ولازم ناكل عشان نتدفى. عايز اعرف بقى من حضرتك ايه الاخطاء اللي دايما بنعملها عشان الوزن يزيد بهذا الشكل في الشتاء بالرغم من ان الجسم بيحرق اكتر في الشتاء. هو طبعا احنا النهارده هننسف الأسطورة دي. يعني معدل الحرق في الشتاء ما بيزيدش بالطريقة اللي احنا يعني متخيلينها، يعني اللي هو الفرق السعرات الكبير ده هم يعني ما يقرب من 500 سعر حراري اللي هيفرق الصيف عن الشتاء، فده اللي هم يعني دول في وجبة خلاص الموضوع انتهى يعني. فطبعا في ناس في الشتاء خرجت طبعا من الموجة دي، ابدأوا بقى يعني بدأوا يدوروا على مثلا حاجة زي أتكنز، نظام دايت زي كيتو دايت، زي ساوس بيتش، زي نظام المية اللي هي طول اليوم، الصيام المتقطع، اللقيمات، حاجات كتيرة جدا جدا منتشرة زي ما ذكرت على الانترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن دي طبعا ليها كل حاجة ليها خطورتها، مفيش حاجة يعني لحد دلوقتي مثبتة علميا منهم، ولكن هي تجارب أشخاص، والأشخاص دي وجدوا بالتجربة إن هم بيخسوا. ولكن طبعا على يعني كل سنة بيتعمل عليها أبحاث، كل سنة بيتثبت عليها مخاطر. وليكن مثلا يعني هناخد مثال مثلا الكيتو دايت. الكيتو دايت عشان السادة المشاهدين يكونوا عارفينه معناه إيه، ان انا بستبدل الجلوكوز اللي موجود او السكر اللي هو مصدر الطاقة او الكربوهيدرات يعني النشويات، بستبدله بالدهون. يعني كل الاكل هيبقى دهون، ولكن دهون هنقول ان هي بعضها صحية والبعض الاخر طبعا مش صحية، ولكن الاكل كله هيعتبر كله دهون. طيب مريض الكبد الدهني ينفع معاه الكيتو دايت؟ ما ينفعش معاه الكيتو دايت. مريض اللي عنده تجلطات في الدم او تصلب في الشرايين هينفع معاه الكيتو دايت؟ مش هينفع معاه الكيتو دايت. مريض الضغط المرتفع، مريض اللي عنده كوليسترول عالي او دهون ثلاثيه عاليه، كل ده هينفع معاه؟ مش هينفع معاه نهائي. طيب الكيتو دايت لو انا عملته من نفسي كده بدون اشراف طبي وبدون اي حاجه ممكن اصل الى ايه؟ قد يصل الموضوع الى جلطات في الساق، وده زي ما شفنا في الفتره الاخيره بيبقى شاب وعمل كيتو دايت وفي الاخر عنده دي في تي او ما يسمى بجلطه في عميقه في يعني الساق بتاعته. فطبعا دي طبعا مشكله كبيره جدا، لازم كل حاجه نبدا ان احنا. طب هو بيستبدل السكريات والنشويات بدهون، يعني ايه شكل الدهون اللي بيستخدمها؟ يعني ممكن مثلا هيستخدم طبعا زيت الزيتون، هيستخدم زيت جوز الهند، هيستخدم الزيوت اللي هي. بس دي حضرتك في حلقه قبل كده كنت معانا وقلت لنا الزيوت دي ماشي عظيمه. ماشي دي كويسه. انا ما عنديش اي مشكله، بس انت هتفاجئ في الغداء ان ممكن ياكل طرب مثلا، هتفاجئ في الغداء ان ممكن. لا ده مش عايز يخس، ده كده عايز يهرج اللي ياكل طرب. يعني فعلا بيستبدلوا يعني الوجبات بتاعتهم تبقى مليانه بوجبات فيها دهن كتير جدا، دهون كلها، لان هو بيستبدل مصدر الطاقه كله. بيخش في حاله اسمها كيتوزيس، بيطلع كيتون بوديز او الاجسام اللي هي الكيتونيه عشان يعني نسهل على الساده المشاهدين. دي طبعا دي اللي هي مصدر، بتبقى مصدر من مصادر الطاقه بدلا من. بس هو ينفع حد عايز يخس ياكل طرب؟ هيخس وللاسف هيخس وهيخس كميات كبيره، ولكن لابد ان هو يكون تحت اشراف طبي. يعني في نسب معينه بتتعمل، 80% دهون، 15% مثلا كربوهيدرات، 5% كذا، فلازم يعني ده يكون تحت اشراف طبي. لازم تحاليل أسبوعية تتعمل، نشوف الكوليسترول طلع، الكوليسترول نزل، الوضع شكله عامل إيه، ولكن منه لنفسه كده ما ينفعش بتاتا. طيب